مساء الخير. طقس صيفي معتدل الحرارة عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، رح يستمر للأيام القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية لشهر تموز، ولكن الحرارة المحسوسة بتكون أعلى خاصة على الساحل بسبب نسب الرطوبة المرتفعة اللي عم نشهدها. إذن طقسنا لبكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع تشكل للضباب على المرتفعات الغربية، ورح نروح هلأ بجولة على بعض المناطق اللبنانية لنشوف سوا كيف رح تتسجل درجات الحرارة لبكرة. نبدأ من شمال عكر، عم بتسجل 30 درجة، طرابلس 32، العاصمة بيروت وسورة عم بيسجلوا 31 درجة، ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 39، اللقلوق 22، زحل 38، وجرجين 29 درجة. نسبة رطوبة ساحلاً عم توصل ل 80%، الريحة السطحية غربية وشمالية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمعتدل. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأربعاء والخميس جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بالإجمال مع استمرار تشكل الضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل، واستقرارها ساحلاً على 31 درجة لنهار الأربعاء وبترتفع بشكل بسيط ل 32 درجة لنهار الخميس. أما لنهار الجمعة والسبت بتبع جونا صيفي اعتيادي مع تكون للضباب على الجبال ودرجات الحرارة بترتفع ساحلاً لتستقر أيضاً على 32 درجة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.